الأخ يسأل عن شبهة يقول يريدها كثير من الناس اليوم، وإن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا بلاد فارس وبلاد الروم، فتحوا بعض البلدان، كانوا يجدون أصناما وما كانوا يطمسونها ولا كانوا يزيلونها، فهل يعني هذا أن الأصنام متى ما وجدت لا تزال؟ أولا لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين أنهم رأوا أصناما في الديار ولا أزلوها ولا طمسوها، وإنما هذا قول يذكره بعض المتأخرين ويأثره لأنه يستند على نص. فهو حين جاءت الأصنام الموجودة في أفغانستان في بعض البلاد قالوا أن هذه قديمة يعد تاريخها إلى ما بعد 1000 عام، فهو ينظر على هذا أنها كانت موجودة ولا أزلوها، وهذا مجرد ظن، وإن الظن لا يغني عن أهله شيئا أبدا، لكن لا يستطيع أحد أن يوجد بأن الصحابة رأوا الأصنام وأقروها. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة وحول الكعبة 360 صنما، كان النبي ومعه الصحابة يكسرون هذه الأصنام ويحطمون هذه الأصنام ولم يبقوا منها شيئا أبدا. يا سبحان الله، كيف يترك هذا الحديث المتفق على صحته؟ وكان النبي وهو يزيل يقرأ: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم يأتي الإنسان لأمر ما تبين وجهه ولا يستطيع أن يثبته، يعني لا يستطيع أن يورد أن الصحابة رأوا هذه الأصنام ولا أنها كانت موجودة أصلا في عصرهم، ويحتج به على الأدلة الصحيحة التي لا معارضة لها. فالثابت المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين أن من وجد صنما وجب عليه إزالته ووجب عليه كسره. حتى قال الفقهاء كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية، يقول: من وجد صنما سواء كان من زجاج أو من رخام أو من غير ذلك وجب عليه كسره ولا ضمان عليه فيه. فهذا يعني أنهم كانوا يأمرون بكسرها ولا يرون الضمان في ذلك. وقال أيضا غير واحد من الأئمة: من وجد كنزا من ذهب وعليه صورة، بمعنى وجد تمثالا، وإذا بيع هذا التمثال يباع قد بعشرات الملايين، إذا أزيلت الصورة أزيل الصنم قد لا يباع إلا بمليون أو أقل، إنه لا يجوز بيعه تمثالا بل يجب كسره ولو كان للمسلمين مصلحة في هذا المال. فإن المسلم لا يبيع الأصنام ولو على كفار، ولا يبيع التماثيل ولو على كفار، وأنه يجب عليه طمسها وإزالتها. وهذا دليل الفقهاء حين يقررون مثل هذه المسائل أنهم ما يرون هذه كانت موجودة ولا كانوا يقرونها. إذن لو قيل بأنها كانت موجودة لا يمكن نترك النص الثابت المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذهب إلى المحتمل، فكيف لا يستطيع أحد أصلا أن يثبت في ذلك دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين بل ولا عن أحد من الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، إلا ما هذه مجرد ظن، والظن لا يغني عن أهله شيئا. بالتالي الصور يجب إزالتها ويجب طمسها، كما في حديث أبي جحيفة لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المصور، خرج البخاري أن النبي بعث عليه: لا تدع صورة إلا طمستها.